نعمل مع بعض البينك لامينيد، وخلينا اقول لكم بسرعه ايه هي المكونات بتاعتها. حاجات بسيطه خالص، انا عندي مكعبات تلج، عندي عصير ليمون، عندي عصير اناناس، شربات ليمون، قطع ليمون انا مقطعه شرايح للتزيين، وعندي فراوله مهروسه، وعندي في الاخر شويه صودا عشان ده اللي في الاخر هنكمل بيه الليموناته بتاعتنا. طيب هنخلط مع بعض كل حاجه زي ما احنا كده ايه متعودين، الا طبعا التلج لان ده مش هنقدمه سموذي، فهنقدمه على مكعبات التلج، وطبعا الصودا عشان الستيم اللي فيها. هنبتدي بالفراوله، حط عصير الليمون، عصير الاناناس، والشربات هحط منها شويه قليلين لان احنا حاطين عصير اناناس وده فيه سكر، حاطين فراوله فيها سكر، وحاطين هنحط سودا في الاخر ودي كمان فيها سكر، فمش هنحتاج خالص ان احنا نحط شربات كتير. هنديها ضربه كده خفيفه مش كتير، كده احنا خلطنا كل حاجه الا السودا بس هي اللي عندنا فاضله. هنجيب الكاسات بتاعتنا، نحط مكعبات تلج في الاول، وهننزل بالميكس اللي احنا ضربناه مع بعض، وهنكمل بالسودا. وهناخد سلايس كده من الليمون، سلايس كمان نحطه في الكاس التاني، هنكمل شوية دول بشوية صودا كمان، وفي الآخر هنجيب شاليموهات الورق بتاعتنا زي ما احنا متعودين، ونبقى احنا كده خلصنا البينك لامينيد.